نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، أهلا بكم. البداية بالعناوين. منظمة الأعراف تدعو إلى إقرار حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك للجزائريين في تونس وللتونسيين في الجزائر. الدكتور الهاشمي يزيل يؤكد بداية عودة انتشار فيروس كورونا في البلاد من جديد. حرائق تجتاح غابات جنوب فرنسا. وفي تفاصيل أخبارنا، قال مدير معهد باستير الدكتور هشام لوزير أن الإحصائيات والأرقام المتعلقة بتفشي فيروس كورونا تسجل هذه الفترة ارتفاعا، متحدثا عن بداية عودة انتشار الفيروس في البلاد. ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا تتزايد المخاوف لدى المواطنين. ميكرو الحياة فام يرصد آراء عدد من المواطنين في هذا الروبورتاج الإذاعي الذي أعده موفد الأخبار زبير العياري وسيف الدين بولعرس. شوف، نحن كما نعرف الفيروس جاي دخل قبل وأثر على برشا حاجات، قلقت برشا ناس منه وضرت برشا ناس منه، ولذا ما نحبوا نرجعوا لك الفتره هذيك خاطر خايبه برشا، وسيرتو توا زاد تحللت الحدود ودخلوا مرحبا بهم اخوان الجزائريه. اما ماذا بينا، نحبوا على وقايه، نحبوا كيما نرجعوا كيما قبل البروتوكول هذيك كل التباعد الجسدي اللي بافات. رجعت الكورونا، لكن اللي لاحظوه انه الناس نساوها، معناها اعتبروها هي انتهت وفات، لكن هي في الحقيقه ما انتهتش. واللي نشوفيه انه الناس معناها ما همش مبالين العودة هذية، معناها اللي هي ممكن أنها تكون زادة عندها تأثيرات سلبية. إن شاء الله معناتها يعاودوا ياخذوا اون كونسيديراسيون الحكاية ويجندولها ويستعملوا معناتها الوقاية معناتها الكل. نحاولوا أن نبعدوا شوية، نحاولوا أن نحميوا رواحنا، نلبسوا بافاتياتنا، نجتنبوا الاختلاط بالعبيد برشا خاوي، سيرتو برشا قاعدين فوق بعضهم برشا العبيد، تجبد الكوشة متاع الخبز تلقانا ملهوفين على الخبز، العبيد كل فوق بعضها. حاول تبعد العباد شويه باش ما نعاودوش نطيحوا في الاغلاط نتاعنا. ننصح العباد يواصلوا بالكني، يواصلوا بحجر الصحي، معناها في حاجات تعملوا كما قبل ما يغفلوش، لازم يواصلوا يستحفظوا على رواحهم ويستحفظوا على صغارهم ويستحفظوا على كل شيء وعلى كل لمه الكبيره وعلى كل الزحمه وعلى كل حاجات. بالنسبه لي انا عامل 3 دورات تلقيح ونخدموا على رواحنا ونتجنبوا الحظب شويه، فهمتني ولا لا؟ لا ونخدموا لاباس، يا ربي وليك الحمد. يستحفظوا على رواحهم، يبدوا على حظبك التجمعات 5 و6 من الناس، لا حتى كي نقعدوا 3 و4 مع بعضنا، واحد غادي واحد هنا، الاخر بيني وبين صاحبه مترو 20، مش مشكله، نجموا نتحدثوا نجموا نحكوا، اما مش لازم ما نلبسوا وجوه بعضنا هكا. نعملوا الكمامه، نبعدوا على بعضنا باش تنقص العدوى، لان العدوى دي ولت خفيفه برشا، صحيح مش قويه برشا، لكن المفروض ذي الكبير راه يضر. نحن الله غال اللي يحب ويستحفظ على روحه ويستحفظ عليا، يعمل مزي يعمل كمام باش على الاقل بقل عدوى، لان ماشي وزيد. نحن اول حاجه لا دويات عندنا ولا سبيطارات عندنا وما عندناش باش نقاوموه. والله الوضع الجديد هذا، انا ديما نصح بالكمامه بالجيل بكذا بتبعت شويه. طيب. الوضع بدا شويه ان شاء الله، اقل ما قبل شويه خطورته مش كيقبل قبل. انا ديما ينصح بالارتداء كمامه بالجيل في هذيك اللي نجم نعملوه. وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية اليوم أنها بادرت بالاستعداد لتأمين الموسم السياحي والعطلة الصيفية من خلال تحديد وضبط الخطة الأمنية وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية المستوجبة لضمان نجاحها. وشرط الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم إلى انطلاق العطلة الآمنة تحت شعار من أجل سلامة المواطن. في المقابل، قال وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النسيبي خلال مجلس وزاري حول الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني بأن هذه السنة ستشهد فتح 7 مراكز تكوين جديدة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين حوكمة مراكز التكوين وإعادة هيكلتها وإصلاحها لتستجيب للمعايير الدولية للتكوين المهني. كما أشار النسيبي إلى أن سوق الشغل يضم فرصا كبيرة لخريجي التكوين المهني، مبينا أن التكوين المهني هو مسار هام لا يشمل فقط من كان في وضعية رسوب أو إخفاق دراسية. دوليا، أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية أنه تم تحويل 3 مستشفيات إضافة لعدد من المستشفيات الجامعية للعزل الكامل. وفي أخبار العالم، استعرت حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا اليوم، حيث التهمت النيران نحو 100 كم² في منطقة جيروند ارتفاعا من 73 كم². ختام نشرتنا الأخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. منظمة الأعراف تدعو إلى إقرار حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك للجزائريين في تونس. الدكتور الهاشمي يزير يؤكد بداية عودة انتشار فيروس كورونا في تونس. وموجة من الحرائق تجتاح غابات جنوب فرنسا. كانت معكم
معكم سيور بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام.